بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والإقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرته ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز. مولاي يا مولاي أنت الخالق
المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل الدائم مولاي يا مولاي أنت الرزاق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى هل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي
أنت السلطان وأنا الممتحن، وهل يرحم الممتحن إلا السلطان؟ مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير، وهل يرحم المتحير إلا الدليل؟ مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب، وهل يرحم المذنب إلا الغفور؟ مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب، وهل يرحم المغلوب إلا الغالب؟ مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المرهوب، وهل يرحم المرهوب إلا الرب؟ مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع، وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر؟ مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك، وارض عني بجودك وكرمك وفضلك، يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. دعاء الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود، صل على محمد وآل محمد، وفعل بنا ما أنت أهله.
الدنيا والآخرة. اللهم اشفي كل مريض خصوصا من دعونا لهم. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأعوانه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.